السلام عليكم. تطبيق سهل جدا بيخليك تألف قصص انت مع الأطفال، بيشتغل على الآيفون والأندرويد وأي تابلت. بتبدأ تكتب القصة، هو الذكاء الصناعي بيساعدك في كتابة القصة وبيساعدك في تكوين الصور بالشكل دوت. هنسجل دلوقتي، تبدأ تختار الكاركتر بتاعتك والاهتمام بتاع القصة، وبتوصف الشخصيات بتاعتك وعايزها على شكل قصة ولا على شكل شعر، فهو يبدأ يألف لك القصة ويحط لك الصور بتاعتها، فبسهولة بتلاقي عندك قصة تقدر تحكيها لطفلك. بدل ما تقعد تنشئ القصة بكل التفاصيل بتاعتها، لا، انت مجرد بتديله بس الخطوط العامة وهو يعمل قصة ما اتحكتش قبل كده، قصة خاصة لطفلك.